عطر زعروا الله. صرف هم هو اللي نكبر الموضوع والله. اي بعد الان السكر اوش نسوي شاي؟ لا 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 سوي شاي مر شاي مر شاي مر ليه؟ بس ما بي شاي سكر من غث اليوم والله. طيب هذا وش هذا؟ هذا وش طيب؟ وش تعطي؟ ما يصلح لك والله ما يصلح لك. لا 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 تبي من اعطيتك؟ ما بي خلك. لا 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 يا اخي عود هلا عود ولا شيء. هذا وش طيب صدق؟ قهوه ولا شاي؟ علمني وش يا شيخ؟ هذا وش؟ اذا خلصت علمني يا رجع علمني على الكلام اللذيذ. وش؟ قهوه ولا شاي يا صدق؟ قهوه شاي. ها؟ ليه تبي كذا يعني؟ يا اخي من غث اليوم. وش؟ ترى اليوم بعدين علمك. والله دعوه ملغمه. احسنت. والله يا سيف غريب والله اليوم غريب انت. والله العب فيك عبود اقسم بالله. غريبه والله العظيم. سيف لا لا قول له يلا قول له يلا لا اسمع اسمع توقعت تكذب حلو انا اقدر اطلع عليك سال اقدر اطلع عليك سال انك مبصخ في غرفه النوم امام الهواء سيف سيف انا يقول دقيقه سؤال لو اساله ورع جاوبه طيب طيب يا كابتن انا مجاوب يا امزح يا اخي لا 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 تكذب وقف 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 انا مزح معك تراك من اليوم تضحك انت على لا اي شيء هذا لا لا سالفه انت ليش تعيد لا 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 هذا قاعد يناقشني الحين يعني انت ما في شيء ما في شيء يضحك هو انت هو ليش يعيد لا هو قاعد انا اخشن اخشن انا اني احب اغلي يقول سؤال لو اساله ورع جاوب بس ما تزعل ما توقعت تزعلك لا قول له يلا اسمع اجي اناقشه يقول لا لا ترى انا انا اقدر من اليوم لا لا انا نضحك علي خلصت اسمع اسمع انا كل دباتنا عليه باندا دب علي انا فوال فوال وكوالا حلو مشيت سؤال لو اساله ورع جاوب طيب قول له سؤال غبي جاوب طب خلاص اعطها يفكر انا قاعد اقول انا جاوبت قال لي انا الصب حولت السؤال تذب وتكذب علي انت ذب وكذب خلاص لا انا ما اعرفك ودين ودين اللي يكذب شوف انا عدوي اللدود اللي يكذب طقطق امزح بس لا تكذب وتكذب على لساني انا تحطني موقفي غبي قدام الناس ان ترى ما جاوب على صوره الكوثر وانا مجاوبها ارتبكت ما ارتبكت جاوب انا مجاوب لا لا لا, لا يا عيال قول له يلا انا علمت عبد الله 60,000 مره طق طق امزح بس لا تكذب علي انت خلصت حلو انا اللي سواه قبل شيء انا زعلي على انه مرر معلومه وخلى موقفي غبي طيب في النهايه ضحك لا 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 طب سل عليه حط سل عليه انا بقول لك شيء انا بقول لك وش طخت في عيني طخت في راسي تكس خشم نعمه يا ولد اخلص انا بقول لك شيء انت حتى تعلق على احد مثلا ما يعرف يرد تخلي شكله غبي قدام الشاشه اعطني واحد اعطني واحد انا حشرته اتحداك اذب على سالفه واسكت انا ما احب اخلي موقفك بايخ عبد الله هذا نظامه عبد الله حتى قبل شوي حلو ذب ذبه ما يهب علينا كلنا ذب على شيء اكبر راعي الرعاه ذب عليه عبد الله لا لا تبينا نضحك تبينا نسلك له لا هذه حاجه الحاجه الثانيه وهي الاهم يا طول العمر انه يجي قبل شوي السالفه خلصت وكل شيء روح عند العيال وتساسر يا أخي لا لا قل له والله اسمع السالفة خلصت يجي إبراهيم يتكلم ولدي في المستشفى كذا هو يضحك طيب إبراهيم رجال ومكبر عقله لو أنا واحد ثاني التفت ولد وشيك تضحك أنا بعلمك لا لا أنا أعلمك ولد فيه أمور يعرفها حتى اللي تو عمره 15 سنة لا لا قصدي رجال يسولف سالفة مهمة لا تقعد تضحك سيف أنا أعلمك شيء أنا ما علي إبراهيم كبر عقله إبراهيم ما أقدر أقول ولد شيك تضحك وأنا سولف والله خبرك رجانيش أنا ما داني اللي يكذب شفت اللي يكذب هذا اللي شفت اللي يكذب شوف أنا أقولك شيء شفت اللي يكذب ذا أنا عدوي اللي شوف أنا أقولك شيء أنا أقولك شيء أنت لو تعلق علي أنت لو ولا دب علي دبة في محلها صح أنت لو تعلق علي وانحشر يا ضحى تضحك منين أنا بعيد منين والذي نفسي بيدي مو عليه هو يسوي لي كذا شوف أنت لو تعلق علي هذا احشرني وتحشرني في زاوية والله هو مسوي شوف والله يسوي عموما والله انت الحين تقول قبل شيء عصبت والله ما عصبت طقطق انا طقطق انا 60,000 مره لكن تجيب معلومه وتضحك وتقول لو اسال ورع جاوب على ذا السؤال يعني انت ايش طقطق علي ولا تقلم اكبر دماغي الا مع الرجال اللي نصحته 60 مره تحت الهواء ويطلع على الهواء مسوي مجنون علي لا يجي تحت الهواء سيف يا اخي ايش فيك طقطق قلت طقطق خذ راحتك بس كذا 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 انا يوم تقول انت يوم تقول طقطق على واحد ما يعرف يرد اعطني واحد انا اسمع عبد الله نظامه امسك انا كذا
ايش لحيه كذا كانه مكنسه؟ لا انا ما اتكلم عن شكلك ولا اتكلم، انا رجال ادب. ايش فيك كانك كذا؟ شغله ولا هي تجرح ولا شيء، اما الرجال ايه ذباته تجرح حلو؟ يذب انا اقدر اقسم بالله لا انسى، اول شيء لا جاي يكلمني اقول تكلمني وتكلمني جنبي لانك احول. يلا ها وش رايك؟ تعوره ولا لا ذي؟ اقدر انزل عقلي في الذبات، انا اذب على موقف، اذب على والله انا حلو هو يذب على شكل حلو، يذب على شكل ويذب عنده استعداد يكذب اسلوب هو ما هو اسلوب اسلوب كذب. انا اقدر اجي اقول امس عبد الله امس يوم سويت كذا كذا ابهت هو تاثر بذولك اللي يبهتون صارت تجي انا مجاوب في الفقره طيب لو رجعنا ولقيناك تحول السؤال ها ايش تجي بشكلك والله والذي نفسي بيده وش بيصير شكلك ابشروا بالحق وما يلحق طيب وان طلعت مجاوب انا طيب. وش لي منه؟ انا بقول لا تكذب على اوه بس لا تكذب الحين انت كيف شكلك؟ انا اقول لك في الفقره اعطاني سؤال قلت انا متاكد من الاجابه لكن اعطني خيارات جاء الاخلاص ودي والكوثر قلت الكوثر ونرجع للفقره واذا ما هي بكذا انت ما حولته اقسم بعزه الله ما حولته واني مجاوبه ليه انت تخلي موقفي كذا معليش نرجع ونقول عند الحين الشخص اللي قدامك اللي يتابع اهله يتابعون عياله يتابع الجني الازرق حلو اسمع انت تقول يا رجال لو نادي لي ورع جاوب على السؤال انت ما جاوبته ذاك اليوم انت هو يبي يذب هو يبي لا انت خطيت عليه كل ميدي والله انت غبي انه يجاوب على سؤالك يفكر في السؤال اختصر لا انا قايل انا قلت يا عبد الله اقدر انزل معك في النقاش انزل بعقلي حتى انت يا حمار ام سويت كذا لا معلش انا ادب على موقف ادب على سالفه لكني اسقط على شخص واقلل منه هذه عند عبد الله ما عندي اشوف انا بالنسبه لي انا اشوف انكم كبرتوا الموضوع وانا اشوف انا بالنسبه لي اللي يكذب عدوي اللدود لو هو اخوي ولد امي وابوي ما تحب تكذب على لساني وتخلي شكلي بايخ بدري عليك اشكرك والله بدري عليك سالفه صايره ومصوره بعد شفت لو انها تحت له عادي مصوره ما هو في الستن اللي راح الستن اللي قبله ما هو الستن اللي امس اللي قبله يعني انت ما يضغط صوره الكوثر انا مجاوب عليها حلو طيب انت ليش تكذب على لساني وتقول لو انا ادي ورع جاوب على حطيت سكر انا نرفزني انه كذب علي عشان اعرف ولا طقطقه كم طقطقت علي مره انت محمد يصفر كم طقطق تضيق من اللي يكتب عليك طقطق علي في شيء حل شخصيتك لا هو كذب عشان افهمك قل يعني انت ما تضيق من الطقطقه انا تضيق من اللي قال متى زعلت احنا من اليوم نطقطق احنا زعلت يوم قال لو انا ادي ورع جاوب على السؤال طيب انا مجاوب عليه طيب لا وقف انت مررت معلومه غلط وقف اما اعتذر لانك كذبت علي تعذر والله كذبت علي خليتني كذاب وخطيت في حقي حلو ولا لا تكلمني حتى السلام عليكم وعليكم السلام فقط انا ارجع واقول الرجال اللي يكذب على لساني يحط فيه شيء ما هو فيه هذا عدوي عدو اخوي ولد امي خلاص استغفر عدو ان شاء الله عفوا حبيبي عفوا هو قدم اعتذاره قدم اعتذاره اعتذار كيف خلاص يا اخي اسفين سيف اسفي اسف سيف اسف اسف سيف اسف لا انت بتسكتني ما تعتذرني اعتذر بوجه رجال بوجه رجال صاحي والله انا اسف يا ابو بطي اما اسف اي اسف اسف يا اخي خلاص اسف لا يا ابو لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا أنا شوفوا انتم عارفين كلكم يذمتي ذمه ما بيني وبين اي رجال اي شيء لكن اللي يكذب علي طول العمر بالطريقه وفيها استهزاء بهذه الطريقه لا معليش طيب تعذر منك رجال والله لا تعذر ما هو زين اي انت تشوف العذر اللي قبل شوي وين خلاص اعتذر خدمه حلي ثماني زين والله شاني عن جرى اهدائي اعتذر ما نزلت واحده باقي لك 79 زلمه ما يخالف هو اعتذر ما يشتكي احسن مدرديين ولا ترى طيب وش لا ما استشك انا لا تبرر معلومه وتخليني كذاب وانا عكس الكلام ذا كله حطني كذاب هو قال انت ما جاوبت اللي ضايع لا ضيع خلاص مع الرجال لا خليني اكسر وانا اقول له يقول اي اسمع قلت له والله اني مجاوب حلو قال هو غير صحيح حولت السؤال بعد كذب علي مره ثانيه انا اقول لك لا انا اعرف المزح اعرف والله عبود على اقسم بعزه الله وجلاله عبد الله ممكن جانا ما هم ممكن بس يمزح عليه ممكن يا طول العمر انه يلفق فيك سالفه على اساس ان يضحك الموجودين هذا النظام انا ما احبه خلني ذب على موقف ذب على سالفه والله انا لا تكذب عشان تضحك الموجودين ولا الجمهور شوف يحط لا والله ما احطها بالعوض رجال حس نعمه يا رجال لا مو نعمه انت صاحي رجال حس على ختام القول ختام القول انا ادمح ادمح لباقي له 79 على خشم لكن اقول لك شيء انا تحط انه يالف حاقد ولا يحقد لا وقف ما قل انا قلت حاقد تقول انه يالف عليك سايف ويلفق طيب يلفق انا صحيح ايش دخل حاقد في الموضوع انا شفنا مزح انا عبد الله شكرا لا تكذب بلساني مزح او جد
وكل الموجودين. مزح جدا وكذا. مزح وجد لا تكذب على الانسان. أنا, انا 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 اتكلم عن نفسي، انا انسان ما اعرف اعلق، ما اعرف انحي. كويس؟ لو يجي واحد يعلق علي وانحجر في زاويه، والله لا بهته. ادري. انا لازم اخارج نفسي من هذا الموقف الضيق. اللي يبهتني ذا اتضايق جدا. انا لازم اضايقك، لازم اخليك تفارقني. انت بليتني في عمرك. بليتنا، هو طقطق علينا. انا ما اتكلم عن الموقف ذا، بس انا اتكلم عن يعني كثير من المواقف لازم بتجيك كذا يا ابو بطي. انت انسان، شوف شوف ابو عاصم، اني احط فيك شيء ما فيك عشان اضحك الناس. لا والله ابو بطي، ابو بطي انت انسان مزوح، انسان تحب تعلق. اسمعني، عرفت احنا ذا الحين لنا 55 يوم. أيه؟ اسالكم بالله قد شفتوني زعلان؟ اسالكم بالله. لا لا لا، لان ما قد جاء احد، ما قد جاء احد وكذب علي. قال يا سيف انت سويت كذا وانت ما حتى الرادار براسهم يجيبون شيء انا سويته فعلا. ما كذب علي. تبي شاي ساد ولا شاي بحلق؟ اللي يكذب بلسان يا طول عمر هذا بالنسبه لي اتضايق جدا. حتى انه هو دمك ابوك. نعم عدو لك. لا زال ابراهيم يضحك. ابراهيم شوف قايل لك، وانت تقول ابراهيم ممتاز. وين ممتاز؟ انا عارفه، انا عارف ابراهيم، انا عارفه. حتى كلمك ابوك عدو مشكله. اعوذ بالله يا سيف. اخي والله انت خطير يا اخي. ها؟ شكك على رجلي فهمه مستقص. وانت اضحك الرجال ما يا رجال انت اللي ايش؟ انت بريء. انا ابغى اظهر من خاطر. لا اللي خاطري. لا انتوا كبارنا وخبلاننا. لا 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 والله ما من خبل انت، ولا من شفيه الا انت. يسفيه سالفه انتهت في المجلس. علي. تروح تروح تطلع السوالف وما قال لك شيء. داري خاطره انا. وداري خاطره، الداري خاطره انت تسال. هو حطها انها يحقد علي. هذا 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 ما داري خواطر. انت قاعد انت تجرح خواطر. طلع انت انسان يا محمد مشاعد.